نعم شيخنا، نختم هذه الجلسة الطيبة المباركة في بيتكم المبارك. بس ما بس ما كنت مستعد للسؤال كامل. نعم لا لا معليش شيخنا، والله احنا قاعدين ندردش شيخنا. والان الان احنا عندنا نشر العلم سيأتي بعدين، اللي هو شرح الألفية، وانا عندي مشروع ثاني ان شاء الله شيخنا اكلمك عليه، انه سنعيد الألفية، لكن حنعيدها اذا شئت اما في بيتنا بيتي او في بيتك على اساس ايش، لانه بعض التسجيلات اللي سجلناها شيخنا فيها بعض الشوشرة. أيوة فنريد يا شيخنا تشويش، فبعض الطلبة يقولوا حتى نبغى نكتب الموجود، فالصوت ما هو، فنعيدها إن شاء الله كذا مع الهدوء إن شاء الله يا رب. تتيسر بإذن الله شيخنا. فنريد تختمنا شيخنا بأبيات التي في الأندلس التي دائما تذكرها لنا في المقدمة. الأندلس سقوط الأندلس شيخنا. سقوط. تعطينا فقط قليل منها شيخنا. لا أقرأها لكم كلها. دقيقة. نحو 40 بيت. يلا. أول شيخ أذكر لنا يعني إيش المناسبة؟ مناسبة. بسم الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الأندلس دخلها المسلمون في خلافة الوليد بن عبد الملك سنة 92. يا شيخ هذا الحب الثاني. عندك يا شيخ بعد النحو تحب التاريخ. صدقت والله هذا الحب الثاني. صادق والله الحب الثاني. وبهذا الختم هذا الأخير. إن شاء الله إن شاء الله. صادق والله صادق والله. دخل المسلمون في خلافة الوليد بن عبد الملك سنة 92 وأخذوا الأندلس كلها. سبحان. والحقيقة الأندلس العرب لا يضبطون اللفظ كما هو. اسمها بلغتهم وندلوثيا. وندلوثيا بهذا النهر. وندلوثيا بالثاء. ومعناها بلغتهم بلاد الوندال. الوندال الوندال شعب. شعب نعم. فهي بلاد الوندال. والحقيقة المسلمون اندفعوا فيها من الشرق إلى الغرب إلى الشمال، وأخذوا الأندلس الحالية وهي نعم. دولة إسبانيا حالية نعم. ودولة البرتغال. نعم. هي أخذوها. عاصمة البرتغال لشبونة كانت إحدى عواصم المسلمين في الأندلس. والمسلمون عندما توغلوا فيها تركوا منطقة في أقصى الشمال الغربي على حدود فرنسا. أول منطقة فقيرة جدا وشديدة البرودة. نعم. تركوها. هذا جاءتهم المصيبة من هذه المنطقة. الله المستعان. صاروا يزحفون عليهم كل قليل ويسمونها حروب الاسترداد. نعم. أخذوا مدريد ثم أخذوا طليطلة عام 478 هجرية طليطلة. نعم. ثم جاء أهل المغرب. نعم. المغرب يوسف بن تاج الفين. نعم. المرابطون. نعم. جاءوا ودخلوا الأندلس ووقعت معركة الزلاقة. نعم. عام 479 وانهزم فيها النصارى وقتل رئيسهم ومكث النصارى مدة طويلة يخافون من المسلمين. وقعت معركة أخرى يسموها العقاب عام 609 وانهزم فيها المسلمون. وأصبح سقوط الأندلس مسألة وقت. سقطت قرطبة عام 634 لاحقتها بعد قليل إشبيلية ثم توقفوا قليلا. وآخر ما وقع في يدهم غرناطة في شهر ربيع الأول عام 897 هجرية. 897 هجرية وانتهت دولة الإسلام في الأندلس. الرندي أبو البقاء صالح بن شريف الرندي كان في الفترة ما بين 650 إلى 800 في هذه الفترة. والأندلس لم يبقى منها المسلمين إلا المرية أقصى الجنوب الذي على حدود تقريبا المغرب يفصل بين المغرب عن مغرب جبل طارق. نعم. فجاء بالقصيدة في هذه الظروف. نعم. رحمه الله. وهو توفي شهيدا في إحدى معاركهم. نعم. المسلمين الأنس هو صالح بن شريف الرندي.